اهلا بيكم في ساينس بايتس، انا احمد ابراهيم. من كام يوم منظمة الصحة العالمية اعلنت ان كوفيد 19 جائحة او بانديميك، عشان كده حبيت اعمل الفيديو الصغير ده عشان لو صادفك اي مصطلح من المصطلحات اللي هنتكلم عليها دي تبقى فاهم المقصود بايه واحنا المفروض نعمل ايه في هذه الظروف. المصطلحات دي هي انديميك، اوت بريك، ابيديميك، وبانديميك. قبل ما نخش شرح كل مصطلح هنقول اسمهم بالعربي ايه. انديميك يعني متوطن قاعد في نفس المكان، اوت بريك تفشي، ابيديميك وباء، وبانديميك جائحه. نشرحهم واحده واحده. تعال نحكي الموضوع من الاول. تخيل معايا ان في دوله اسمها واي وفي مرض موسمي كل سنه بيجي للدوله دي ويصيب نفس النسبه من الناس وما بيخرجش بره. في الحاله دي هنقول ان المرض متوطن في هذه البلد وهنطلق عليه اسم انديميك. ماشي. تخيل بقى لو في سنة من السنين نسبة الناس اللي كان بيصيبها كترت، يعني لو هو كان بيصيب 6% من سكان البلد دي بقى بيصيب 10% من نفس السكان. الفرق مش كبير قوي واحنا لسه في نفس البلد بس النسبة زادت. في الحالة دي هنوصف اللي حصل ده ان اوت بريك. طب لو المرض ما وقفش لحد كده وابتدى يصيب ناس في اماكن ابعد ومش ساكت، بنسميه اكتيفلي سبريدنج، يعني الموضوع كمان مش واقف على ان النسبة زادت اكتر، لا دي كمان في زيادة مستمرة. في الحالة دي هنطلق عليه اسم ابيديميك او وباء، زي مثلا في 2003 المثال بتاع السارس. ولو المرض وصل تقريبا لكل قارة او بقى في كل العالم هنسميه بانديميك او جائحة، زي ما منظمة الصحة العالمية اطلقت من كام يوم على كوفيد 19 انه بقى بانديميك. زي ما انتوا شايفين المصطلحات دي ما بتعبرش عن خطورة المرض على قد ما هي بتوصف انتشار المرض جغرافيا، وبيكون طبعا ليها ابعاد اخرى، زي مثلا احتياطات الدول لما يبقى مرض انديميك في مكان معين غير الاحتياطات اللي هتاخدها لما يبقى ابيديميك، وكذلك لما يبقى بانديميك. وزي ما شفنا لو في مرض اطلقنا عليه انه بقى بانديميك فده معناه انه اثر بطريقة او باخرى على دول اجتماعيا او اقتصاديا، بدليل ان احنا شايفين السياحة في دول كتير تضررت بسبب حركة الطيران اللي واقفة، ده غير ان اصلا الناس خايفة ان هي تروح للاماكن اللي ظهر فيها المرض. ونبقى كده حكينا باختصار الفروقات ما بين المصطلحات دي عشان لو وقعوا في طريقك تبقى فاهم وما تتخضش. ما تنسوش لو عندكم اي اسئلة تقولولي في الكومنتس، ولو عجبكم الفيديو تدوسوا على لايك وسبسكرايب وعلى زر الجرس الجميل ده عشان يجيلكم نوتيفيكيشن كل ما يبقى فيه فيديو جديد. سلام.